أنا ماجدة، أنا الأخت العودة، متزوجة وعندي عيال جيكوب وجانا، وهم كل حياتي. أحب الحياة الصحية وأمارس الرياضة طبعاً، إذا أخواتي الميانين يعطوني فرصة حتى أتنفس فيها. أنا فاطمة، مو يعني أنا مو أكبر واحدة في البيت إنما بتم ساكتة، عندي وايد أشياء أقولها. أنا أحب الموضة، أحب أغير في شكلي وايد. أنا مو بستقر الحين، عندي وايد أشياء أسويها في حياتي، كفاية عندي بيبي. أنا أسماء، أختي المسالمة، أخواتي دائما يشوفونها كهادية بس بفاجئهم. أنا شيماء، عمري 17 وفي آخر سنة في المدرسة وبفتك. أنا وملاك وايد كلوز. أنا ملاك، أنا الأخت الصغيرة. شيماء is not only my sister, she's my best friend because she totally understands me. في الحلقة السابقة من يوميات خوات وضحنا لكم أكثر علاقة الخوات بزوج ماجدة ماثيو، وخبرناكم عن تفاصيل علاقة كل أخت من الخوات فيه، خصوصاً بعد المشكلة اللي صارت بين شيماء وملاك معاه في البيت. I'm all about you having fun, and this is you know I don't know what this is, but it needs to get cleaned up. وتكلمنا عن رأي ماجدة بالموضوع. وايد صعب إني أنا أعرف إذا هو قاعد يبالغ في ردة فعل الفعل مالته ولا لا. فمثل ما شفنا تجمعهم صداقات ونزاعات أحياناً، وفي مثال الصداقة القوية ملاك وشيماء اللي دايم يتفقون على أشياء كثيرة ويعتبرون نفسهم أصدقاء العمر، يمكن لأن أعمارهم قريبة من بعض، ويمكن بعد لأنهم يفهمون بعض وايد زين. أنا وملاك وايد كلوس. Shayma is not only my sister, she's my best friend because she totally understands me. فعلاقتهم لها أبعاد ثانية، ساعات نشوفهم يتفقون. بنروح ندور لك بيت الحين. وين شاطرتك؟ فوق. يلا. أنت مو مستانسة؟ إيه مستانسة. أحدي مستانسة إن فاطمة قررت إن هي تبي تي وتساعدني. وأحيان كثيرة يختلفون على أسباب تسوى وساعات ما تسوى، بس عموما الوضع طبيعي بينهم هو المشاكل مثل ما شفتوا في الحلقة السابقة. زين، بس تبين أساعدك ندور مكان ثاني شوي أكبر تحسين مساحته؟ حبيبتي ما أبي بيت أكبر، ما أبي بيت أكبر، هذه المساحة تكفيني. أنت تسمعي كلامي. فاطمة هي شخصيتها أحياناً وايد تحب تنتقد، أوكي، وتحاول إن كل الناس اللي خصوصاً الناس اللي تحبهم تبيهم يعيشون الأشياء اللي هي عاجبها في الدنيا. فمثلاً هي عاجبها بيت خاطرها انا اعيش فيه لانها تحبني. ما تحسين اقل وتحسين انك بيت شوي ارقى بس يمنى؟ ارقى هذا البيت؟ بقول لك انا قاعد اقول لك ارقى وانت تعرفين هالشيء. حتى حبيبتي فوق وايد حلو مع الحشره. شوفي ما في اثاث. اي لانك ما في اثاث. انزين، لان انا عارفه شنو تبي، عارف ذوقها شلون، و في النهاية راجع لها. بس اللي علينا انصحها انها تدور على شيء انا احبه. فاطمة انا صدق مو قادرة اصدقك. كوني انت كل شيء ما تصدقين، كل شيء تجربتك، كل شيء ما ادري شنو. ارتاحي شوي، طلعت معصبه. ابتسمي، هذا مو شيء تحبينه؟ ما عندي وقت حق هالحركات. انزين، اما عن اسماء فهي الاخت الوسطى اللي ما تزعل احد، ونقدر نقول
إنها حمامة السلام بينهم كلهم. علاقتها مع أخواتها متشابهة، فمن ملاك لين ماجدة، أسماء بتربط فيهم علاقة الخط المستقيم، يعني إنها الوسطية بكل معنى الكلمة. ما صدق إن أختي تسوي فيني هاللون، تعرفين أنا أخذت هالعودة. شكراً. أخذت هالعودة أسماء، تعرفين أنا لما أكلمكم وأقول لكم أشياء أحياناً أوكي أنا أصرخ عليكم إن يعني أشياء تصير. أحتاج كلينكس. أحياناً أشياء تصير إنزين. I'll get it for you. تقعدي أنا بجيب لك إياه. مسكينة أسماء يعني قلبي وايد يعورني عليها لأن هي وايد تتحسس في المواضيع. فلما هي تشوفني أنا قاعدة أصيح وحالتي حالة وايد مجروحة وخلاص يعني وصلت يعني أنا الحين النهاية عندي إن ما أبي أحكي أختي ما أبي يعني إن حتى أشوفها. لأنها وايد مجروحة وايد زعلانة ومسكينة أسماء هي وايد تتعور لما هالشي يصير. أحياناً أشياء تصير صدق إنه أنا قاعدة أقول أشياء إنه تجرحكم بس أنا أخذكم العودة تعرفين يعني أوكي إنه أنا أقول هالأشياء بس يعني أجد ما صدق إن هي بتكلمني هاللون. أسماء كلها ساكتة كلها تحب تقعد بروحها ما تتكلم وايد موجودة هي موجودة ما أقدر يعني أنا قاعد أشتغل تحميل بعد أنا شوي أنا قاعد أشتغل في مكان ناس ما يبون يساعدوني أصلاً هما ما يبون يساعدون بعض حتى إذا هالشغلهم ما يبون يساعدوني زين كوني أحسن منهم شنو كوني أحسن منهم أنا تعرفين الشغل شنو هو المفروض إن الناس يساعدوني أنا أطرش إيميلات أتصل فيهم لازم هما يعطوني شيء معين معلومة معين عن شيء أوكي هما ما يساعدوني هما السيستم عندهم فأنا ما أقدر أسوي شيء. أنا وخواتي صدق إحنا كلنا مختلفين بس الشيء اللي يجمعنا كلنا إحنا نحب العائلة ونحب بعض وهذا الشيء الوحيد اللي ما يقدر يفارق بيننا. أنت عطيني عطيني. هل أنا نطت فوق نار؟ عطيها. هم. أبى أشوف أنتم ميتين على شنو إذا شنو أسوي رويني هاي ركزي بموت رويني شنو أسوي؟ ها؟ إنزين. Wait. شنو قاعد يصير؟ ما أعرف. خليتني أطفي البرطمان. ما أعرف. ليش أنت ما تعرفين؟ هذا كان كل شيء لليوم عن الخوات. علاقتهم ببعض هي محور برنامجنا اللي بتشوفونه الأسبوع الجاي اللي بيشهد شيء مهم قاعدين يخططون له. فليش لابسين كذي؟ وشنو اللي صاير؟ بنعرف هالموضوع في الحلقة الجاية. تابعونا. ألو، حبيبتي شيماء، وينكم؟ تواصلكم معنا مهم جدا على هاشتاج حياة خوات على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر وإنستغرام. خلكم معنا يوم ورا يوم عشان نعرض لكم تفاصيل أكثر عن برنامج حياة خوات.